السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيموا. اليوم جيتكم بوصفة صيفية خفيفة اللي هي مقلوبة الباذنجال. هذا الوصفة تشبه بزاف الموساكا اليونانية، وتشبه أوسي الغراتان تاع الباذنجال، لكن مختلف بطريقة أخرى وبطريقة مبتكرة وجديدة، ونظن مازال ما شفتوهاش في اليوتيوب. ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معايا نشوفوا المقادير. واش نحتاجو في هذا الوصفة؟ نحتاجو الباذنجال مقطع لشرائح كما راكم تشوفوا، يكون مقطع على الطول، نملحوها نديروا لها الملح. ونحتاجو ايضا كمية من اللحم المفروم فيون داشي، بصلة كبيرة مقطعة ركيك، عندنا حبة طماطيش تاني مقطعة منزوعة نحو لها الزريعة ونحو لها الجلفة، عندنا شوية معدنوس والتوابل، عندنا الملح وفلفل كحل. ونحتاجو ايضا كاس تاع روز، انا استعملت هنا الروز مفور. عندنا اناء فيه الزيت. اليوم مش راح نقلي الباذنجال، لانكم تعرفوا بلي الباذنجال هو سي كوم ان ايبون اون ايبونج، كنت حطوه في الزيت يرفد بزاف الزيت، وهذا الطبق اني باغياتو يكون صحي اكثر. دونك واش درت؟ جبت اون بلاك حطيتها فوق النار، وقبضت الشرائح تاع الباذنجال تاعي ودهنتها افيك ان بانسو ليجيرمون بالزيت، ونحطها تنشوى على لا بلاك ولا مقل مقلات ولا كريبيير. ومن بعد ثاني ندهنها من الجهه الثانيه، وهنا نتحصل على شرائح تاع باذنجال تقريبا بالذوق تاع المقلي لكن بدون زيت. فوالا كما راكم تشوفوا ندهنها يعني هي راهي تطيب من التحت، وانا ندهن فيها بالفوق. فوالا وقلبها ونحطها في اناء في طبسي، راكم تشوفوا محمره لكن بدون زيت، صحيه اكثر. وندير نفس الطريقه مع كامل الباذنجان اللي عندي. في اناء حطيت المغلى، درت فيه شويه ملح، وندير الروز، كميه الروز تاعي تغلي بدون زيوت. فوالا غسلت الروز هنا، راني غسلته نشفته وحطيته في اناء. فوالا وخليته يغلي، هنا ما ضفت عليه والو، الماء والملح فقط، والروز خليته يطيب 100%، لازم يطيب مليح. في مقله درت شويه زيت، حطيت البصل، الحبه تاع البصل تاعي حبه معتبره، كميه معتبره، نحطها بدون ملح بدون توابل، نحطها تذبال حتى نشوف البصل تاعي تغير اللون تاعو ولا صفر، لانكم تعرفوا بلي البصل يدي طياب اكثر من اللحم، سورتو اللحم المفروم. فوالا هنايا في هذه الاثناء حطيت كميه اللحم المفروم تاعي وقعدت نقلب فيه. هنا ندير لا سيزونمون، هنايا جويا سيزوني، ندير سولمون الملح والفلفل الكحل سيتو. انا من طبيعتي دائما لا فيون داشي ما نبغيش نقوي لها بزاف التوابل باش تبان البنه تاعها. دونك هنا درت شويه ملح، ما نقويش، ندير حساباتي باللي الروز راه مالح والباذنجال ثاني راه مالح. دون ندير قيس اللحم والبصل سيتو، زدت الفلفل الكحل وقعدت نقلب فيه حتى نشوف باللي اللون تاعو تغير، والكتله تاع اللحم تكون كامل تفكت. فوالا كيما راكم تشوفون نقعد نقلب فيه على نار قليله وراه يطيب. هنايا وصل المرحله اللي طاب نص طياب. في هذا المحاره زيد حبه الطماطيش تاعي، نحيت منها الزريعه ونحيت منها الجلفه، على بالكم بلي الزريعه هي اللي دير القرصه تخلي الطماطيش قرصه. وزدت كميه تاع المعدنوس وقعدت نقلب فيه حتى نشوف كامل هذه المكونات اندمجت مع بعض ولات كومين صوص، كومين صوص بولونيز تقريبا، كومين صوص بولونيز. في ان بلا درت بابي كويسون، عندي هنايا شرائح الباذنجان اللي طابت، عندي لاصوص تاع اللحم تاعي نقسمتها على زوج، والروز ثاني صفيته وقسمته على جزئين. حنا باش نسهل وباش نوريكم الطريقه، نبدا بالشرائح، نرفد الشرائح تاعي تاع الباذنجان ونبدا نستف فيهم على هذه الطريقه، النصف تاع الشريحه داخل المول والنصف الثاني على برا. دوك تشوفوا على درت هكا. فوالا
فوالا نسد تفرح صاير داير كامل ندور بالبلا نغلفه كامل بهذه الطريقه فوالا، ونسيي نخير اجزاء ولا الشرائح اللي تكون عريضه شويه تكون كبيره اللي تكفيني اللي يكون جزء تاعها الداخل والجزء على برا كما راكم تشوفوا الصوره اللي تهدر فوالا. تو 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 كامل ندور بالاناء تاعي وكي نكمل نبدا نخدم في القاعده نغلف في القاعده. راكم تشوفوا الباذنجان هنا طايب محمر لكن بدون زيوت، طبق صحي ومبتكر وجديد تغيروا لولادكم من طريقه طهي الباذنجان. الباذنجان ماشي دائما شلاضه، ماشي دائما مقلي، ماشي دائما مدربل، دونك نغيروا فيه شويه. جبت لكم هنايا فوالا طريقه مليحه كوم ان غراتان مي سي با ان غراتان. نحط كميه من الروز، راكم تشوفوا الروز هنايا كي على حبه، نفرشوا الجزء الاول تاع الروز تاعنا كطبقه اولى. هنا حين نديروا طبقات، الطبقه الاولى تاع الروز، الطبقه الثانيه حتكون لاصوص تاع الفيون داشي، هي تقريبا تشبه لاصوص بولونيز لكن انا ما قويت الطوماطيش، انا ما قويت لهاش فوالا. نستف مليح نغطي الروز، هذه الطبقه الثانيه، نزيد الطبقه الثالثه ثاني من الروز فوالا. التيرني دائما يفو التيرني روز فيون داشي روز فيون داشي فوالا، ونستف مليح ونزيد الطبقه الاخيره من اللحم من لاصوص تاع اللحم المفروم تاعي فوالا. فوالا هاي الطبقه الاخيره نستف مليح. هذا طبق مغذي وبنين لذيذ ينفع في تقدري تديه البحر لا بلاج لوليداتك فوالا، ولا ديريه في الايام العاديه، طبق تاع ايام عاديه ولذيذ صدقوني، طبق لذيذ وجديد فوالا ويبغوا ولادكم فوالا. ونبدا دروك نغلف نرجع في الاجزاء اللي كانت خارج الطبق نرجعها للداخل كما راكم تشوفوا فوالا. وهنا نتحصل على كومينتين بال كي شغل قرص كبير فوالا راكم تشوفوا فوالا. هنايا نغلف كامل الطبق تاعي ونحرص باش لافيون داشي والروز ما يبانوش، يتغلفوا مليح. والاجزاء اللي بقات نعاود ثاني نغلفها بالشرائح اللي بقات لي ونتحصل على طبق فوالا جميل متكامل. وهاي لا تيمبال تاعنا، هاي المقلوبه فوالا نغلفها مليح. هذا الطبق يشبه الموساكا، المصريين يقولوا له المسقعه بصح شويه يختلف، احنا ما درناش لا بيشاميل بغيتو يكون صحي اكثر من الموساكا التقليديه اليونانيه فوالا. هنا غلفته مليح، الفرن اللي شعلاته على 180 درجه، ما يحتاجش الوقت بزاف لان كاع المكونات طايبه، جوست ندخلو باش يتمازج باش المكونات تدمج مع بعضها ونرجعو ونخرجو. هنايا يعني خرجناه من الفرن ونحطو الى ونقلبوها كما سميناها المقلوبه، هنا راح نقلبوها فوالا. اقلبناها نرفدو المبول تاعنا ونتحصلوا على اشهى طبق للباذنجان فوالا. شوفوا الصلاة على النبي، شوفوا نرفد نرفع وشو كيفاش ولات ما شاء الله، الذوق ما نحكي لكمش ولا اروع. ان شاء الله تجربوها وتشوفوا على واش راني نتكلم فوالا. نقسم لكم هنا طرف باش تشوفوا من الداخل كيفاش كان تندمج كاع المكونات مع بعض فوالا، حتى الباذنجان يجي عنده ذوق رائع يكتسب من النكهات تاع اللحم وتاع الروز ويجي عنده مذاق رائع. هنا تغيروا به، تغيروا شويه اطباق لوليداتكم وتذوقوهم من ثقافات مختلفه فوالا. هنايا انا فتت لكم طرف امغصو، شوفوا ما شاء الله تخي بون، ان شاء الله تجربوه وتستمتعوا بالذوق اللي راني نتكلم عليه وتعرفوا وتخرجوا شويه من الروتين تاع الاطباق اللي ما عارفين نديروها فوالا. هذه هي المقلوبه الباذنجان. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بان لايك وان بارطاج
وتقاسموا الفيديو مع احبابكم باش العائلة تكبر، ونقولكم بقوا على خير وعلى بقى.